الجبل نطلع للجبل بوي تماك فين كاين شي شويه البرد تورك على هنا اضرب اي مرو بحال داك الشيء نجي لافلام الرعب اللوطين تقريبا تقريبا من 10 سنين الفوق كثار من 10 سنين كثار من 10 سنين انا غادي نشد الطريق ان شاء الله لبويبلان بويبلان قالوا لي بانه تيكون فيها ثلج حتى لدابا في الصيف غنمشيو غنكتشفو الطريق قالوا لي راه صعيب شي شويه هذا البارير تيديروه فوق التشتوى يعني تكون الطريق مقطوعه ما كاينش كيفاش دير الدوز حاولت ناخذ كاع الحوايج اللي ممكن انهم يخصوني لان حتى ليسونس إن في هاد البلاصة هادي في هاد الطريق ما غاديش تلقى كاع ليسونس يلاه كاين هاديك البلاصة مغراوة ومرة يكون فيها مرة ما يكونش فيها خديت الماكلة اللي ممكن تخصني ليومين ولا ثلاث ايام ونتحركوا ان شاء الله بويبلان هو البلاصة فين تيكب الواد البارد صراحة تازا خصها تريب بوحدة باش انك تشوف كاع البلايص اللي كاينين فيها غنحاولو نشوفو بعدا داكشي علاش قدرنا غادي ندوزو على الطريق سبحان الله خسرتي لنا الفيديو زعما بركه بركه حليب اللبن متاكده ياك بغيتي تقراي تقراي ولا لا نعم انت بغيتي تدخلي تحضيري العام الجاي العام الجاي بغيتي تدخلي تحضيري شوفي فين ساكنة؟ فين بلاصة؟ هنا ولا؟ من هنا قرب قبل راس الماء وهذاك اللبن زوين؟ واه ضيقتيه؟ واه شحال هادوك؟ هما هادوك؟ هما هادوك؟ يا لا يعطيك الخير شكرا هادشي كي بنت لي تنتي سوق الاربعة هادشي كي بنت لي تنتي سوق الاربعة ترانسبور ومن الاربعاء للحد ما كاين شي سوق اخر لا كاين هذا البوي بلا ما عنديش اللي يعاوني بغيت نطلع عليه ولكن ما عنديش اللي يعاوني حيت فيه الخدمه كثيره دابا تروح من هنا اللي يعاوني باش الصباح ما عندكش الوقت فهمتي الوقت ما كاينش الوقت ما كاينش الدراري اللي يروح من هنا ما توصلش مكان الليل وخاصك توقف وتسدي الماء وتاكل وكذا وصلت للمفترق الطرق كاين طريق من لهنا وطريق من لهنا صراحه ما عرفتش فين هي الطريق ديال بويبلان وما كاين حتى حد ممكن تسولوا عنده كتشوفوا الدنيا خاويه غنحاول انا الا بغا طلع لي شي شويه الكونيكسيون في شي بلاصه ونشوف فين هي الطريق اللي تكون مزيان حيت انا حتى الكونيكسيون ضعيفه بزاف وباقي الطريق يعني هنا هاد شلال الماء والو جبل نطلع للجبل بوي تماك فين كاين شي شويه البرد الماء تل هنا والبرد عافي انا زيرو كاين لا شعنين نجيب الطوره وندور شي ديري صافي الدوار تا ما فيش الماء وبعيد باقي بعيد الوقت على قبل الوقت سير 10 و 10 25 كيلومتر كثيره ما كاين لا ماء
ولا صافي نطلعوا من الليل. شكرا، يلا طلع فراسك راح يفدك. اهلا سيكو، اهلا 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 الشباب الابطال الابطال. لاباس بخير؟ اش اش تجرم تجرم تورك علينا اضرب اي بخير. لاباس عليكم. انت اش لحيت؟ اني تاش لحيت تاش لحيت زيان ولا الاخرى؟ اش انت تشوفوا هذاك الشيء؟ يلا بلاتي بلاتي. اسميك انت؟ ابراهيم. وانت؟ وهذا؟ موعد. وهذا؟ هادي؟ ميلودا. هذا؟ سعاد. هادي؟ مليكة. فاطمة. تتقراو بعدا ولا لا؟ نعم؟ مازال واحد صغيرة لداخل سميتها مريم. السلام عليكم. مشي انا باقي كاين الفوق ياك؟ باقي كاين الطريق الفوق. يلا يلا بالسلامة عليكم. تعاونكم. تتقراو بعدا ولا لا؟ فاش تقراو؟ انا في الثامنة. فين تتقرا في الثامنة؟ الفوق؟ فين كاينة الزاوية؟ حدا بويبلان. واخا قريبة ياك؟ والاخرين تيقراو كلشي تيقرا. فين كاينة؟ كاينة غير هنا؟ شحال بعيدة؟ 3 كيلومتر. يلا بالسلامة عليكم، الله في راسكم. شوية ديال الشجر نوقف نتسارح فيه شي شوية وندير نيت الكاميرا تشارجا حيت خوات صراحة واحد الكالم واحد الهدوء منقطع الناظر زايد الريزونا يا إشاعة معرفتش الصوت ديالي واش يتسمع ولا لا حيت كاينة الريح مجهد بزاف أنا واحد كتطلع بزاف واحد الريح يعني تيتجهد بانت ليلي واحد البداية ماشي بالطريقة اللي مبنيين بها البلايص الآخرين معرفتش اش فيها صراحة غنمشيو نكتشفو. اش كاين هنا؟ اش كاين؟ كاين والو، كاين هاد المحطة ديال السكي قديمة. فين هي؟ واش هي هادي ديك المحطة تاع السكي اللي مقادتين نصارى شحال هادي؟ هي هادي؟ ممكن نمشي نشوفها ماشي مشكل. نحلو صافي راه الناس حاطين تما المحل لا كيفاش كنظن كنمشي. واخ بانت ليا كاينه حتى الاسعاف هنا. حيت انا بانت ليا فهاديك طنطروشت طنطروشت هو فين بان ليا الناس حولو من التحت حيت واقيلا هنا تيكون شويه صعيب في الشتوى. بون نمشي نشوفو هذيك تاع السكي. الله تبارك الله عليك. واخا راه بان ليا نيت كاين كثير. يلا الله يحفظك. نحل بزاف هنا شي عرفت خليت لك مسك نزل حتى الا كانت شي حاجه هادي محطة السكي قديمة بقات خدامة غالبا هادي اللي كنت شفت خدامة عشان النحلة راه كاين حداها أيا أيا شحال في النحل أيا 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 هادو قدوا حتى الفرنسيس فاش كانوا هنا
اوي شحال النحل. هاد البلاصة هو المقر القديم تاع جماعة بويبلان. هنا ما بقى ساكن حتى شي حد، بقاو ساكنين تقريبا غير الموظفين. عيب عليكم الطوموبيلات، كاينين شي طوموبيلات ديالهم، طوموبيلات الإسعاف. المقر كان في هذيك البلاصة اللي فتنا من قبل اللي هضرنا فيها مع داك الدري، بلاصة سميتها طمطروشت، فين كاين داك السوق. هنا ما بقى والو، يعني الناس يلا اللي ساكنين في الدوار قراب وصافي، ولا في الديور، ما كاينش دوار كاع اصلا. اسمع ليا هيك هي الامور. نعم انت اللي تجاتي هيك هي الامور. بخير لاباس عليك؟ تنلق بخير لاباس دارك؟ ديري مالين طار كل شيء بخير الله يحفظك. هي تدخل عادي تحب كل شيء. لا لا خلنا خلعه. يا الله الله يسر الامور. هي تسرح شغلي مات واسع غلمال واي ديال الغداء اللي هي كاينين ليها حدا الجامعه. الجامعه القديمه والنحل كاين عندك النحل؟ لا لا النحل ماشي ديالي. النحل تاع شي حد اخر. يا الله الله يسر الامور. تبارك الله عليك. الله يسر الله يعاونك. انا نخيم ان شاء الله هذه الليله، سكينه والهدوء. دابا غادي نخيم في الغابه بوحدي، تاكد بانه كاين تحت الله اعلم. تعرف يكون شي حد في شي بلاصه وما شفتوش، شي يقول لك الله ينجيك اللي شافك ما شتيه. انا دابا وصلت لواحد الوطيل قديم. انا مدخل في الغابه تقريبا بواحد 4 ولا 5 كيلومتر. قال لي راه كاين واحد العيل فوق، واحد الناس لقيتهم غير بارازار، تما ما عارفينش البلاصه. قال لك راه ممكن كاين شي عيل ولا شي حاجه. مشيت دخلت لقيت هذا الوطيل هذا كاين هنا كان شوفي ولا لا. هذه طاقة شمسية. اللي وقف شو شي مدة كبيرة.
مهجور بحال داك الشيء ديال افلام الرعب. عال بات حداه تا الله حيت كاين هنا الماء. واو ديك الساعة نجيو نكتاشفو وطور راهو فين حطيتو. ممكن هاديك هي البلاصة فين نبات. غنمشي نشوف جهة الهوطيل واش ممكن نبات جهة الهوطيل يعني قريب شوية للعين، لأن البلاصة فين حطيت الموتور دابا بعيدة تقريبا بواحد 400 متر على الموتور ديالي. بلاصة خاوية تيبان ليا واخا تيكونو فيها تيكونو فيها السراح هما لي تيكونو. هنا بانو ليا تماك شي نعاج وشي ماعز، ولكن تلاقيت مع واحد الدري لي كان تيسقي في العين. اغلبيتهم مساكنينش في هنا، المنطقة مهجورة مكاين فيها تحت. اغلبيتهم تلقاهم ساكنين في بومدلان. شوفو الله تلقاهم مع شي حد نهضرو معاه طرا خديناه تماك. غنم كتير تبارك الله. يعني هنا مكاينين تحت مساكن تحت. لا لا ما راه كاينين كاينين ولكن بعاد بعاد على الغابه ماشي في وسط الغابه. لا لا في وسط الغابه غير هذاك اللي كاين. وما كاينش في وسط الغابه راه حتى هو بعيد على الغابه. ايوا حتى هادو راه بعيد على الغابه. يلا كاين هذاك لوطيل اللي ليه ما بقاش خدام هذاك لوطيل. ايوا ما بقاش. لا شحال هادي باش هو عنده واحد العساس ولكن ما كيجيش عنده. شحال هادي باش واقف هذاك لوطيل تقريبا؟ ايوا تقريبا 10 سنين الفوق. كثار من 10 سنين؟ كثار من 10 سنين. شي 20 عام تقريبا؟ ايوا تقريبا 20 20 ولا اكثر؟ لا لا تقريبا لا حتى 20 ما كملش. كان هنا يسكن كان تما واحد العساس هنا كيسكن هنا. ولكن تحت ما تيجي تيبات عندهم؟ لا لا الا 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 شدوا الرخصه من عند القائد ولا ما نعرف من عند واحد كاين شي كاين كاين بات كاين بات هنا. كيجيو من النصارى كيجيو من كاين بات هنا. ودابا خليوني نوريكم الدار اللي جديد في هاد الغابه. هنا عندنا الكوزينه والصاله مونجي اللي بغى يقعد. الكرسي الاول الكرسي الثاني الكرسي الثالث دالبينه. هنا راه في الليل تنشعلوا العافيه الا بغيتي تسخن الا جاك البرد. هنا سيدي عندك الصالون ممتد فين ما بغيتي تقعد. بغيتي تقعد هنا ولا بغيتي تمشي تقعد ليه في البالكون ناضي زوين. عندنا هنا بيت النعاس، وهنا عندنا الكراج فين تنحطو طونوبيلة ولا طيارة ولا موتور ولا اللي حبات خاطرك. ايوا هادي الا بغيتي تجول تجول مع راسك. بغيتي تسقي راه الما كاين ليه كلشي موجود. خير تاع ربي.